أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه استئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل وسط تزايد الانتقادات لسياساته، خصوصا بعد اتهامه بالفشل في إدارة أزمتي كورونا ومقتل جورج فلويد جراء عنف الشرطة. بعد أكثر من 100 يوم على توقف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا، اختار الرئيس دونالد ترامب تنظيم مهرجان انتخابي خلال عطلة يوم الحرية التي تؤرخ لنهاية العبودية في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما التي شهدت مجزرة عنصرية مروعة خلال عشرينيات العام الماضي. قرار ترامب يأتي وسط استمرار الاحتجاجات العنصرية ووحشية الشرطة على خلفية مقتل فلويد، كما يواجه ترامب انتقادات لاذعة لقراره بتنظيم مؤتمر انتخابي، خصوصا أن بلاده لا تزال تكافح جائحة كورونا المستشري في البلاد. ويرى خبراء أن تعامل ترامب مع وباء كورونا لم يكن مرضيا، إذ لا يزال مصرا على التقليل من شأن الفيروس ويطالب بالفتح الكامل لجميع الأنشطة وعودة الحياة لطبيعتها، فهو لا يزال يراهن على استعادة الاقتصاد عافيته في أقرب وقت لضمان الفوز بفترة رئاسية ثانية. شبكة CNN الإخبارية بثت تقريراً قالت فيه إن الانتخابات التمهيدية تشهد فشلاً متتالياً منذ انطلاقها بسبب انتشار كورونا والاحتجاجات المتواصلة في البلاد. ففي ولاية جورجيا تصدر مشهد الطوابير الطويلة من الناخبين في الانتخابات التمهيدية وسائل الإعلام، واعتبرت ذلك مؤشراً خطيراً على ما قد تكون عليه الصورة يوم الانتخابات العامة في 23 المقبل. فالوباء الذي يكلف ترامب الفوز بفترة رئاسية ثانية قد يمتد تأثيره إلى عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تشهد استمراراً للجدل بشأن كيفية إجرائها. فالجمهوريون متمسكون بضرورة أن يدلي الناخب بصوته بالحضور شخصياً، بينما يريد الديمقراطيون اعتماد التصويت بالبريد تفادياً لمخاطر كورونا، وهو أمر يرفضه ترامب بشكل قاطع، ويرى أنه يفتح الباب أمام التزوير والتشكيك بنتيجة الانتخابات. المرشح الديمقراطي للانتخابات جو بايدن عبر عن قلقه من أن ترامب سيحاول سرقة الانتخابات في حال خسر، ولم يعترف بالنتيجة، لكنه استدرك قائلا إنه واثق من أن الجيش سيرافق ترامب حال خروجه من البيت الأبيض. مشاهدينا، ومعنا عبر الهاتف أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي. أهلا بك دكتور بدر. دكتور بدر، يعني من خلال متابعتك للأوضاع في الولايات المتحدة، وأيضا من خلال متابعة تراشق الاتهامات ما بين جو بايدن وأيضا الرئيس دونالد ترامب، يعني كيف تفسر الأوضاع التي تحدث الآن في الولايات المتحدة، وخصوصا يعني باقتراب الانتخابات الأمريكية؟ يعني كما تعلم أخي العزيز، نحن الآن في خضم الانتخابات، وفي الأشهر الأخيرة تقريبا ما بقي 5 أشهر على الانتخابات النهائية في شهر 11. فلذلك سيحاول كلا الطرفان سواء دونالد ترامب أو جو بايدن التصيد بالأخطاء لكليهما من أجل محاولة يعني الفوز بالرئاسة الأمريكية. ما يجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة هو تنافس كبير جدا، وهو صراع يعني حقيقة بين الطبقات السياسية الحاكمة في الولايات المتحدة لصالح كلا الطرفين، سواء الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. فلذلك ما يجري الآن في الولايات المتحدة الأمريكية هو تكسير عظام بين الطرفين الأساسيين، ومحاولة استغلال ما يجري من أحداث في الشارع الأمريكي الآن. ويبدو أن الكفة في الأسابيع الأخيرة قد تميل إلى جو بايدن قليلا حسب الاستطلاعات الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور بدر، يعني من خلال أيضا متابعتك، أنت تحدثت الآن عن استطلاعات الرأي الأخيرة بأن الكفة لربما يعني تميل باتجاه جو بايدن، لكن يعني في الانتخابات السابقة، يعني عندما كان الرئيس ترامب يعني ينافس هيلاري كلينتون، يعني صدم الجميع وأيده الشارع الأمريكي، وأيضا نجحوا بالانتخابات. يعني الآن الأوضاع التي تحدث، خاصة في أن هناك اتهامات للرئيس ترامب بأنه يعني أدار أزمة كورونا بسوء، وأيضا مقتل جورج فلويد، يعني مدى تأثير ذلك على الشارع الأمريكي؟ أنا أعتقد هاتين القضيتين الأساسيتين الآن اللتان يحاول استغلالهما جو بايدن، سواء إدارة أزمة كورونا أو ما سمي بأزمة جورج فلويد الآن. فلذلك من هذا المنطلق عام 2020 هو سيختلف تماما عن 2016، عندما كانت أيضا في ذلك الوقت الاستطلاعات تشير إلى فوز هيلاري كلينتون، ولكن بالتالي ترامب فاجأ الجميع وفاز في ذلك الوقت.
لكن الظرف الحالي هو ظرف مختلف تماما عما حدث في 2016 سواء في الشارع الأمريكي أو سواء في الأحداث التي أشرت إليها أخي العزيز، وهي التي تنتقص كثيرا من شعبية ترامب الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. يضاف إلى ذلك الشعب الأمريكي بدأ يفكر تماما بوضع الولايات المتحدة الأمريكية على الخارطة سواء الدولية أو الخارطة السياسية والاقتصادية بشكل عام. نحن نعلم حتى أيضا في أزمة كورونا الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية تدهور بشكل كبير جدا، وهذا الملف الذي كان يراهن عليه دونالد ترامب في 3 سنوات الأخيرة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية افتقدت بحدود 20 مليون فرصة عمل في الأشهر 5 الأخيرة، وهذا سيكون له تأثير كبير جدا في الانتخابات القادمة. يضاف إلى ذلك عندما نتكلم عن أزمة جورج فلويد، السود في الولايات المتحدة الأمريكية كانت مشاركتهم قليلة في عام 2016 بالنسبة للانتخابات السابقة، فلذلك يؤمل ويأمل الديمقراطيون في انتخابات 2020 أن يذهب الكثير من السود الأمريكان إلى الانتخابات، إلى صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى الشباب الذين حقيقة أيضا لديهم مشكلة كبيرة جدا بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. هذا يعتمد على قدرة الحزب الديمقراطي والمرشح الديمقراطي جو بايدن على تحفيز الشباب من أجل الخلاص من حقبة ترامب في عام 2020. نعم، إذن أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي، شكرا جزيلا لك.